محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. افتحوا لي يلا الكتاب، نفتح كتاب التربية الإسلامية. درسنا امبارح كان بعنوان مبايعة رسولي محمد صلى الله عليه وسلم في العقبة الصغرى. فاكرين الدرس ده كان صفحة كام؟ مين فاكر؟ مين فاكر يقول لنا الدرس ده صفحة كام؟ أحسنت، صفحة 70، ممتاز. يلا افتحوا صفحة 70 سريعا. جهز قلمك معاك. هنراجع سريعا على الدرس وبعد كده نحل تاني الأسئلة مع بعض لأن ما كملناهاش المرة اللي فاتت. بيقول لي يا أولاد مبايعة رسولي محمد صلى الله عليه وسلم في العقبة الصغرى. بايع المسلمون الرسول صلى الله عليه وسلم بمكان قريب من هنا وسميت ببيعة العقبة الصغرى نسبة لهذا المكان. فسأل عبد الله أبيه فقال له ما معنى البيعة يا أبي؟ فقال البيعة هي أن يبايع الناس ولي الأمر على السمع والطاعة، وهذا يذكرني بتجديد الشعب الكويتي بيعته لأمير القلوب الشيخ جابر الأحمد رحمه الله في مدينة الطائف عند بداية الغزو الصدامي الغاشم. طيب هنا بيقول لي يا أولاد أؤمن أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مثلنا الأعلى في الإخلاص بالدعوة إلى الله عز وجل. بعد محاربة كفار قريش للإسلام بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القبائل التي تأتي مكة لزيارة الأمام عند الكعبة ويدعوهم إلى الإسلام، كما كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق ويدعوهم قائلا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن كفار قريش وعلى رأسهم أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحذرون القبائل من السماع للرسول صلى الله عليه وسلم، فرفضت غالبية القبائل الإسلام ولم يؤمن منهم إلا القليل، مثل الطفيل ابن عمرو الدوسي هنا قال لي استمع لقصة الصحابية الطفيل ابن عمرو، هنسمعها دلوقتي. بعد كده يا حبايبي بيقول أتعرف أحداث بيعة العقبة الصغرى. هنشوف بقى إيه الأحداث التي حصلت في بيعة العقبة الصغرى ولما سميت ببيعة العقبة الصغرى. بيقول لي التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في منى ستة من أهل يثرب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بستة من أهل يثرب في مكان اسمه منى في مكة. أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل، فعرفوا صدقه وأسلموا ثم عادوا إلى أهلهم يخبرونهم حتى انتشر الحديث عن الإسلام في يثرب. بيقول لي يثرب أسماها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد بالمدينة. بيقول لي بقى إيه بعد ما ده حصل إن ستة من أهل يثرب قبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول أخبرهم عن الإسلام وأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا لبلدهم اللي هي يثرب واتكلموا مع أهليهم وأخبروهم عن الإسلام، بدأ ينتشر ويعني الناس تتكلم عن الإسلام فين؟ في يثرب. في العام القادم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من أهل المدينة. يبقى في العام اللي بعد كده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل من أهل المدينة. طيب وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم فين؟ في منى عند مكان يسمى بالعقبة. يبقى ال 12 رجل اللي من أهل المدينة جم للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة اللي بعد كده في مكان يسمى إيه؟ منى. وتقابلوا في مكان يسمى بالعقبة. طيب منهم مين؟ منهم الصحابي أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وعبادة ابن الصامت.
الاثنين دول كانوا من الاثناشر رجل اللي قابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا الله عز وجل، يبقى يقول لي البيعة دي كانت على إيه؟ يسألني يقول لي البيعة دي كانت على إيه؟ هقول له أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا يشركون به شيئا، وأن يلتزموا بتعاليم الإسلام، وأن يلتزموا بتعاليم الإسلام. طيب بيقول لي يعني إيه كلمة بايعوا؟ بايعوا أي عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعوا عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعبدوا الله عز وجل وحده وأن يلتزموا بتعاليم الإسلام. فبشر الرسول صلى الله عليه وسلم من يلتزم بذلك بأن له الجنة بإذن الله عز وجل، وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الصغرى. يبقى البيعة سميت بإيه؟ ببيعة العقبة الصغرى. عندما أراد أهل يثرب العودة، لما أهل يثرب حبوا إن هم يرجعوا تاني لبلدهم اللي هي يثرب اللي هي المدينة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم صحابيا جليلا ليقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الدين. تاني، عندما أراد أهل يثرب العودة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم صحابيا جليلا ليقرئهم القرآن ويعلمهم أحكام الدين. من هو هذا الصحابي وما اسمه؟ أخذنا المرة اللي فاتت اسم الصحابي مصعب ابن عمير. هكتب هنا اسم الصحابي اللي موجود عندي هنا في الكتاب، افتحوا على صفحة 74. هنكتب هنا اسم الصحابي ايه؟ مصعب ابن عمير. لحظة اجيبها لكم الإجابة. ده يا ولاد هنكتب اسم الصحابي مصعب ابن عمير. حلينا السؤال ده؟ تمام. نشوف السؤال بعد كده. خلاص كلنا خلصنا. لو سمحتي. ها اتفضلي. ابو انا لسه واخده كتاب امبارح، فانا كنت عايزه احل الحاجه. طب يلا افتحي صفحه 74. افتحي صفحه 74 او في الكتاب. لحظه اهو صفحة 74. شايف رقم الصفحة؟ انا عرضها عندك على الشاشة 74. هنفتح صفحة 74 ونكتب هنا الاجابة مصعب ابن عمير. خلاص. يا قبل شكرا. طيب تمام. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي اكتب جملة اصف بها مشاعري تجاه اهل المدينة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هنكتب الاجابة. هنكتب هنا يا ولاد. اول ما انا بشاور اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. ده دعاء يا اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه لاهل المدينه اللي هم الانصار. يلا هنكتبه. فين هنكتبه؟ هنا. هو جايب لي ثلاث سطور هكتب عليهم. يلا اتفضلوا. أبلة السؤال ده احنا كتبناه امبارح. طيب يعني كلنا مخلصينه خلاص؟ تمام. طيب نشوف اللي بعد. لا يا تيتشر لسه ما خلصتوش. طب يلا خلصنا.
طب سريعا يلا علشان لسه في أسئلة في الكتاب. يلا تيتشر انا خلصت. تمام خلاص اجيب السؤال اللي بعد كده. طب يا تيتشر تعالي ابلغ، انا قربت اخلص. طب يلا اللي بعد كده. هنخلي المظاهر السلوكية دي في الآخر نحلها، نحل بقى إيه انا مش الأسئلة. خلص. طب يلا أسرع من كده يا حبيبي، يلا أسرع. حاضر هجيبها حالا. النبي بيقول يا أولاد الحقائق، المسلم دائما يخلص في الدعوة إلى الله تعالى، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل نقوم به، نصر الله تعالى يكون للمؤمنين المخلصين. دولي القيمة الصبر، قيمة الدرس الصبر، مظاهرها السلوكية اختار اتنين، انا قلت المرة اللي فاتت نختار اتنين وننقلهم. بنحل السؤال ده؟ أيوة يا أبلة، طب يلا سريعا يا ولاد، طب ما تخلصوا قولوا لي. يعني أبلة أنا امبارح عشان اختبار صورته عندي. وأخدته نعم؟ وحطيته هنا. طيب تمام. طيب يا ريت يا ولاد لو في أي سؤال طويل بالطريقة دي عشان ما ياخدش مننا وقت نصوره وبعد الحصة نحله على طول، مش هياخد منكم حاجة بقى. ودي صفحة كام؟ دي صفحة 75، دي صفحة 75. هجيب لك الكتاب برضو علشان تستوعب اهو. هو ده يا ولاد رقم ألف ورقم باء، هنكتب أي جملتين تختارهم، جايب لي 3 جمل اختار لك أنت جملتين. هنكتب صفحة 75، ماشي. هو ده يا حبايبي سؤال رقم 5. يلا دي الإجابة. هنكتب مثلا الجملة الأولى دي اللي أنا بشاور عليها والجملة الثانية. أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أتحمل المشاق في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. الله، انا الدرس الثاني استاذن بدر. نعم؟ الدرس الثاني هو حيكون الدرس السابع. الدرس التاني اللي بعد ده تقصد؟ الدرس اللي بعد ده، لا الدرس قصدي الدرس الدرس اللي بعد ده هيكون الدرس السابع. ايوه ما ليه اسمه استاذن بدر؟ اسمه ايه؟ استاذن استأذن بأدب. تيشيرت خلصت. طيب تمام نشوف اللي بعد كده. لسه يا تيشيرت، لسه طب يلا هاخد اسرع سكرين يلا. شوت. تيشيرت نكتبه في كتاب؟ ايوه طبعا صفحة 75 في الكتاب.
خلاص يا تيشر. أحسن. تقولي اللي بعد كده. بيقولي رتب الأحداث الآتية حسب حدوث كل منها. جايب لي قصة متلخبطة وعاوزني إن أنا إيه أرتبها. بيقول لي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، إحنا هنقرأها بالترتيب اللي هو رقم باء يا أولاد أول واحدة. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عناد قريش ورفضها للإسلام، دي هنكتب عليها رقم واحد. رقم اتنين، من يقرأها؟ من يقرأ لنا رقم اتنين؟ أنا يا أبلة. اتفضلي. اصبروا دايما. فرح بيعرض الإسلام على القبائل القادمة إلى مكة. تمام. رقم ثلاثة. قدم. أنا التيتشر، ممكن ريمس أحمد. قدم أثناء قدم رجلا من أهل المدينة. قدم اثنى عشر. أوكي. قدم اثنى عشر. قدم يعني جه للرسول صلى الله عليه وسلم. قدم اثناء العشر رجلا. اثنى عشر رجلا من اهل المدينة. تمام. فين رقم اربعة؟ اجتمع. كمل. اوكي. اجتمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة وأسلموا وبايعوا. اتفضلي تسبيح. ابن عمير يقرأهم. أحسنت. خلينا السؤال ده خلاص. تمام. خلاص خلينا السؤال ده. لا. يا قبل نحل. يا حبيبي، هو ده السؤال اللي احنا هنحله في الكتاب ده. ده هنكتب هنا، هنرتب أحداث القصة دي. خلاص. يلا ننقل فيها الأرقام دي بسرعة. خلصنا السؤال ده يا حبايبي. يا تيتشر. شوف السؤال اللي بعد كده. اكمل العبارة التالية. اكمل العبارة التالية. حضر الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بمنى كم رجل؟ 12. 12. 12. احسنتم. يلا ننقلها يا اولاد. نكتب 12. من اهل نقط. من اهل ايه؟ يثرب. يثرب. ممتاز. يلا هنكتب على اول نقط، انا اجيبها لكم في الكتاب علشان برضو تشوفوها في الكتاب دي يا اولاد. حضر الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بمين؟ هنكتب هنا 12 رجلا من اهل يثرب. يثرب. يلا حلوها يا حبايبي. الله، احنا خدنا دي برضو امبارح. تمام. علشان بس اصحابك يخلصوا، ما حطناش حل يمكن. طيب الصحابيان مين؟ منهم من ضمن ال 12 شخص اللي راح الرسول صلى الله عليه وسلم. كان اسعد بن راسه عبادة بن عامر ابن الصامت. عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت. طيب خلاص خلصنا السؤال ده؟ هاي تيتشر. تمام. نشوف اللي بعد. ايوه. لا يا قبل انا لسه ما خلصتوش. طب سريعا يلا يا حبيبتي، سريعا جدا يلا. خلصت يا قبل. طيب تمام.
اللي بعد كده بقى يا اولاد بيقول لي اللي هو السؤال ده في الكتاب، تعال نشوف شكله في الكتاب. بيقول لي اجب عما ياتي باكمال العبارات في الفراغات الاتيه. رقم الف، ماذا نتعلم من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوه القبائل الى الاسلام؟ رسولنا الكريم انت قدوتنا. قدوتنا. نكتب ننقل الكلمه دي. قدوتنا في الدعوة إلى الله. طيب ماذا أعجبك من موقف الأنصار؟ تعال نشوف شكلها في الكتاب أهو. رقم باء بيقولي ماذا أعجبك في موقف الأنصار؟ أحب الأنصار الذين الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه. كل دي اجابات صحيحه. يلا اتفضلوا انقلوها. السؤال بعد كده بيقول ماذا نتعلم، تعال نشوف في الكتاب اهو في السؤال رقم ج، ماذا نتعلم من مبايعة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله وحده والعمل بأوامر الله تعالى؟ نتعلم أن الإسلام قول وعمل. اتفضلوا اقرأوا واكتبوا هنا. يلا علشان عايزين نشوف فيديو للصحابي. الصحابي مين؟ حد يقول الطفيل ابن الطفيل. الطفيل ابن عمير. نعم. الدوسي. مصعد ابن عمير. لا، مصعب ابن عمير ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله مع اهل يثرب ليعلمهم تعليم الاسلام. انما الطفيل ابن عمرو ده يا اولاد هو اللي امن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما غالبيه القبائل رفضت الاسلام. مش احنا قلنا ان غالبيه القبائل رفضت الاسلام ولم يؤمن منهم الا القليل مثل الطفيل ابن عمرو الدوسي. خلصنا السؤال؟ اه يا ابله. تمام كلنا خلاص؟ ايوه يا ابله. يا ابله بقى معايا كده، احنا خلينا اسئله الكتاب. بصوا بقى يا اولاد، لسه عايزاكم ان شاء الله يوم الجمعه والسبت اللي هو ايام الاجازه نحاول ان احنا نفتح كتاب التربيه الاسلاميه على الدروس اللي فاتت اللي قبل كده، تمام؟ ونحاول ان احنا نحل اسئله كل درس. ولو في حاجه واقفه عليكم مش قادرين ان انتوا تحلوها علموا عليها علامه، وانا هخصص حصه بس ان احنا نقعد نحل الاسئله دي. اللي ناقصه حاجه نكملها. خلاص؟ مش ابله. ابله هنسمع القران امتى؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي في الحصه الجايه بقى ان شاء الله. يلا. ان شاء الله. طيب بصوا بقى كده معايا لما نشوفها هنا، او بيقولي مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الصغرى. معايا بيقولي ما الطرق التي اتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته؟
نقول بدأ رسول الله يخرج من القبائل التي تحرم التي تقدم مكة لزيارة الأصنام عند الكعبة، وكان يدعيهم إلى الإسلام. كمان الرسول ها إيه؟ مش خلصت كتابتك. إيه؟ مش خلصت التالتة. كتابة؟ التالتة. طيب اقفل الصوت دلوقتي هيبقى عندك وانتبه معايا. بيقولي كما كان يخرج إلى الأسواق ويدعوهم قائلا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن كفار قريش وعلى رأسهم أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر القبائل من السماع للرسول، فرفض غالبية القبائل الإسلام ولم يؤمن منهم إلا القليل مثل الطفيل بن عمرو الدوسي. تعالوا نسمع قصة الطفيل بن عمرو. بمن انتقى الرسول صلى الله عليه وسلم في منى وبماذا دعاه؟ مين يقدر يجاوب لي على السؤال ده؟ مين يقدر يجاوب على السؤال ده؟ الطفيل ابن عمير. لا مش ماشي، بس انا بتكلم دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم التقى، احنا قلنا التقى بعدد معين من اهل يثرب، 12 رجل. تمام، دعاهم الى ايه؟ ريدت. ها دعاهم ايمان. ايوه بصوا بقى، هو في البدايه يا اولاد، في البدايه الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بسته من اهل يثرب، وقلنا يا اولاد دعاهم الى الاسلام، وبعد كده في السنه اللي بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم جاله قدم اليه 12 من اهل ايه؟ المدينه، خلاص، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. طيب شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي وبماذا اخبر هؤلاء الستة من أهل يثرب وهل استجابوا له؟ طيب أخبرهم عن إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أهل الستة دول عن إيه؟ بماذا أخبر الرسول؟ أخبرهم عن الإسلام. أخبرهم عن الإسلام وما هو رسول الله. طيب هل استجابوا له؟ نعم استجابوا. نعم استجابوا وأسلموا وعادوا إلى ديارها. وفي السنة القادمة إيه اللي حصل؟ قدم إلى الرسول 12. أحسنتم. طيب من الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الصغرى؟ ها 12 رجلا من أهل المدينة، زرارة وعبادة ابن الصلاح. عبادة بن وقلنا بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وأن يعبدوا الله تعالى وحده، وأن يلتزموا بتعاليم الدين الإسلامي. طيب السؤال اللي بعد كده قلنا الصحابي الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ليعلمهم تعاليم الإسلام اسمه إيه؟ مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير، أحسنتم. طيب بيقول لي أكتب جملة أصف بها مشاعري تجاه أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي هنكتب اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. احسنتم يا حبايبي، بارك الله فيكم، ممتازين. طيب تعالوا نشوف المظاهر السلوكيه، مين يقرا لي المظاهر السلوكيه؟ انا تيتشر. اتفضل. ادعوا الى الله. ادعو أدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أتحمل المشاق في سبيل نشر الدعوة الإسلامية، أسير على النهج النبي الكريم في التحلي بصفة الصبر على الدعوة الإسلامية. أحسنتم، ممتازين. نحل السؤال ده يا ولاد ضروري نصوره، أو بعد كده نبقى نحله للي ما كملوش. طيب نشوف السؤال بعد كده، دي بقى الأسئلة اللي احنا حليناها مع بعض.
طيب تمام كده خلاص كلنا درسنا الدرس ده معانا كامل و... اسئلته؟ اه طيب تمام طيب تمام في اي مشكله يا اولاد في الدرس ده؟ لا مش ماشي يا حبيبي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه يا ابله.